اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيب القلب الله يا خير الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقي. يا عليما بخلقي. يا خبيرا بخلقي. ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي. يا عليما بخلقي. يا خبيرا بخلقي. ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي. يا عليما بخلقي. يا خبيرا بخلقي. ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارض بنا بما نزل. انك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارض بنا بما نزل. انك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أذبنا بما نزل. إنك لطيف لم تزل أذبنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله
حسبنا الله ونعم الوكيل. الله صل على محمد، الله صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم 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 صل عليه وسلم. استغفر الله، 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 تائبون إلى الله، تائبون إلى الله، تائبون إلى الله. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما زوجه ولدي وذريته وعلى آله وأصحابه وعلى بيته أجمعين. بأن الله يعلي درجاته من الجنة من ينفعنا بأسرار الإيمان وريم علوم من بركات من أفعاد من الدين الدنيا والآخرة، واجعلنا من حزبه ورزقنا محمد ما يطمشنا في زمن الدين في خير لطف وعافية. بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ثم الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى سيد المقدم محمد بن علي وعلى مسؤولي ما فرم جميع سادتنا آل أمي علي وذوي الحقوق أجمعين. إن الله يغفر لهم ما يرمي درجات من الجنة وينفعنا بأسرار الإيمان وريم علومهم وبركات من أفعاد من الدين الدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا وقدوتنا مرشدنا صاحب الراتب قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد العباس شيخ علي بن عبد الأنبار سيدنا أحمد بن حسن بن عبد الجمال حبيب عبد الله بن علي بن حداد شيخ سيدنا الشيخ مسلم سولي مفور مشيخ مالي بيدي. بأن الله يغفر لهم ما يحمل درجاتي من الجنة وينفعونا بأسرار إيمان وريم علومي وبركاتي من أفحد من الدنيا الدنيا الآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى روح أولياء والشهداء سلنا أئمة الراشدين علماء العابدين الصوفية المقين المكان ومشارق الأرض إلى مخرج باب الربح. ثم إلى روح والدينا مشايخ المعلمين ذوي العقول علينا أجمعين. ثم إلى روح أمواتنا وأموات هذه البلدة وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمسلمين. شيخنا ابن الزبير بن عشان ابن مشعر بيبي يسول سلم 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 إلى حضرة سيد محمد يا سليم أفضل الشيخ مولى بيد. أن الله يغفر لهم يا رجح من جريد رجيت من جنف عون بيسر ريمان وريم علمهم وبارك يا من الفعاد من الدين الدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة. بالقبول وتمام بكل سلم ونسأل الله الباطل بالدين الدنيا والآخرة، دافع عننا كل شر جالبتنا كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا ما اتقى ولدنا فاف الغنى والموت على دين سلم والإيمان بلا محنة ولم تحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حاضر الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موالاه. بسر الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه كافي مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك عندك ما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد الاخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملائين على من دين، وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض من عليها وانت خير وارثين. اللهم يا الله انا نستحفظك ونتوبك اذياننا وانفسنا واموالنا واهلنا كل شهادتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك امنك وعيذك من كل شيطان مريد وجبار شطر. اللهم جنبنا بالعافيه سلام قنا بالدنق والاستقامه وعيدنا موجبتنا دائما في الحال والمال ومالك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجل جنبك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارزقنا كمال المتابعه والله من الرحمن الرحيم، بفضل سبحانك رب العزه عما يصفون سلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين، امين. بسر اعوذ بالله من الشر بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر دعنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من بعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفا وكرما مجدا وعظما ورضي الله عن البيت المضار مع الصحاب المهتدين والتابعين لهم بإسلام الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أزواج أولاده وذريته وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين بأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ورفحاتهم بالدنيا والدنيا والآخرة واجعلنا من حزب ما رزقنا محمدا وما يدافعنا على ملة ما شرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا القدام محمد بن علي وعلى رسوله ما فروع ما جميع سعادتنا آل أبي على وذوي الحقوق المجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم من أفعال الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركتنا قدر مرشدنا الحبيب ربنا عبد الله الشيخ علي بن عبد الله بن أحمد بن حسن من الزمن صحابي عبد الله بن علي بن حداد الشيخ ابن حسن أخرج سيدنا الشيخ ابن سالم رضي الله عنه المسؤولي مفهوم ذوي الحقوق أن الله يغفر لهم ويرحم ويجري درجات من الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحات بالدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح أولياء والشهداء سلماء المترشدين علماء العاملين صوفية المحققين حينما كانوا مشارق الأرض إلى مغربها بر بحر ثم إلى روح والدينا مشايخ المعلمين ذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح أمواتنا وأموات هذه البلدة وأموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات سبحان الله وتعالى سنجد المشيخ من الزبير من سليم فهو المشيخ من أهل بيت الله يغفر الله من يريد رجال من جنة ينفعنا بأسرار المعلوانه معلومهم وبركاته من أفعاد من الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بالقبول تاما من كل سنة شقد من باطل بالدين الدين الآخرة دافعا لنا كل شر جانبا لنا كل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا مشيخنا في تلمع اللطف والعافية وعلى أنيادي أن الله ينابل قلوبنا وقالبنا ما تقى ورد الأفاف الغنى والموت على الدين سلام الإيمان بلا محنة ولا امتحان باقي سيدي ولدي عندنا ولكل نيات صالحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وواله بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى من دين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى اللهم عليا وانت خير وليدين اللهم يا الله انا نستحفظك نتعوذك عذيا لنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شناطيطنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك منك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عليم وذي عين وذي بغل وذي حسد من شرك من شرناك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا موجباتنا دائما في الحال والمال ولما أنك سميع الدعاء وصلى اللهم بجل جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متابعة وظهر يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي يا Yeah.
شاربون داما. بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل من سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واسواده ودرجاته واهل عباده. ثم الى سيدنا محجر الله محمد بن شاه وسيدنا فكر المقدم محمد بن علي البهلوي. ثم الى حبيب شحبك بن سالس. ثم الى اهل العلماء عبد الرحمن بن محمد الدباعي. ثم الى الحبيب ابو بكر محمد السكاف حبيب صالح بن وسيم حبيب حسين بن حاجي حبيب حميد محمد بن صالح المصري. ثم إلى حبيب عبد الله بن سالم بن ثم علي علي بن عبد الله بن شعبة بن عمر بن علي بن شعبة. ثم إلى حبيب محمد بن عمر. ونستغفر ونسلم سلام أنه أهلنا وأسلافنا وأبونا الصالحون وأن الله يطهر نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويقضي حاجاتنا الدينية والدنيوية والأخروية على هدي النية بكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى هدى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
ربي صل علي وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نسوره، يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسلي كل مسلم، يا ربي واكفي كل مؤذي، يا ربي نخدم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك.
حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام السلام عليك يا محيي الذنوب. See you.
قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجار إلا الله وما تأخر
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي عطف دي جيرة العالمي يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عظم وخفوا منا
فعلى من هذا وكن وكوني ولنا خير يا رب العالمين يا رب العالمين
سفين للنجاة إذا الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائن والذاهب يسبح الآفل والمائن والطارئ والغارب ويوحد الناطق والصامد والجامد والذائب يضرب بأدل الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم نذر بديع الجميع والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب صلى الله عليه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا اله الا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلرأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا من دموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب نيارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه
محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أولينه على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. الله عليه. قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. الله عليه. قيل هو موسى عليه السلام قال موسى ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بديج المهابة الافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرت من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفر جده ثم عم الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبينا الهادي. يا نبينا الهادي العدناني يا سير نور الأكواني. يا نبينا الهادي العدناني يا سير نور الأكواني.
يبعث من ديامة بين يدي القيامة في ذري علامة تذل الغمامة تضيع السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفام نولي العاجب سمعوا اسمعوا صرير القلب بصروا إلى السبع الطباق ثاقب قدما قبلهم البعير فزالا ما اشتكاوا من المحن واللوائب آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخطبت الأجار وحن إليه الجذء حنين حزين نادب يداو الثر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للختمة على الدوام مراقب إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقمة لا تنبغي قبله ولا بعده لراجب في موجب من الملائكة يفوق على سائر المواجب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين وصل إلى قاب قوسين كنت له أنا الذي مأوى المخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أردوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب إذا شرفت تربة طيبة من أشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد الخير من رجب العجائب هذا حديث رئيسي بالحبائب فهز السفر أضاف الرجائب وقد صاح الرضا وتندى لك
فما دون الحبيب اليوم حاجب فسبحان من خصه صلى الله عليه وآله وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائما متلازما يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حق من لم يزل سميعا عليما إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء Yeah.
حوله الزمن وفم الزمن.
حبيبي أنت باب الله يا سيدي معتمدي يا سيدي معتمدي يا إمام الرسل يا سندي يا حبيبي أنت باب الله يا سيدي معتمدي يا سيدي معتمدي كل بيت أنت ساكنه ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إلا قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام سبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه صلى الله عليه فلما خلق الله آدم أودى ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وآله وسلم فأبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل يأكلني من الأسفام الطائرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحباب قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق صلى الله عليه فلما مات أبي فتاته فإذا في نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام صلى الله عليه يقص شعره وتزن على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يسفون في الصلاة كسفوا فيهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء
ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. والثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، والثلثي يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فاسلهم، فيقولون يا ربنا وجدناهم اسرفوا على انفسهم وجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير انهم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فيقول الحق عزتي وجلالي، لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلهم الجنة برحمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مولد المصطفى، يا مولد المصطفى، يا رسول
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا عز جوائل العقود وخلاصة تيسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، مواصفك عاجز عن حصر ما حاوت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة أنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم رائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب اللاقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نذر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا ونظهر شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج بي مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. الله عليه. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات من تاني والبشارات، فإن النور المسود والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء، أقوله في هذه الليلة إلى بدر أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما أطهره وأهل بيتي تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. ولم تزل أم ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي، فلما اشتد بيطل بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
صلوا عليك مرحبا يا نور العالم
مساوي وموقن العثرات. طال عمر عليك
يوم حشر واجتماع كل شفيع يا يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا بالثنيات الوداع ودم الشجر علينا ما دعا لله إذا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرح منا جميعا بجميع صالحا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على سيدنا محمد وولد صلى الله عليه وآله وسلم مخطولا بيد العناية مكحولا بكل الهداية فأشرق بباء الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيه من مضى أول فضيلة المعجزات بعمود نار فارس وسقوط الشرفات ورميات الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنة دليل الخاضع لما تألق من سناه النور الساطع واشرق من بائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين محمد
على إجمالك دينا إسنين تنجل رالس ولن مولد تهون كاجة ولن مولد تهون كاجة صلاة الله سلام الله على ضايا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على سيتي سودة سيتي رملة سيتي ميمونة انت الزينب سيتي صافية لن سيتي جويرية لن سيتي جويرية صلاة الله سلام الله على طه رسول سيد عبد الله أمي كل سيد زينب رقية سيد فاطمة رقية سيد فاطمة حمزة حمزيك وطماني عثمان أليك ومن دوني أبو بكر عمر مارس أبوي مدينة مدينة هجرة قبور صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله حسن حسن إكبوتوني أبو طالب إيكو بامان عبد المطالب إيكو سمباي صفية إيكو بيبي صفية إيكو بيبي سيد هاشم إيكو بيوتي عبد المنف إيكو تشنقاي سيد قوسي إيكو أريكي لاب اوتك اوتك سيغوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وما عسى أن يقال فيما وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه واجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولد القلوب سرورا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى تحيط الارض ومن عليها، وانت خير الوارثين. اللهم يا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما استوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورفده. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل الطاهرين وأصحاب السالكين على منهج القويم، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واشرنا غدا في زمرته، واستعمل لسنتنا في مدحه ونصرته، وحينا متمسكين من سنته وطاعته، وامتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وانزلنا في معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم شؤون الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء التوبة ذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان من عمل القضاء عن وسول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا شرنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على مر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، واليوم لقائك من الذاكرين، وإنا بطاعتك مشهورين. وإذا توفيتنا دفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. إنك كريم مجيب الدعوة وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. Engkang sami-sami kita mulyakaken, ugi kita sedaya dipun wajibaken mulyakaken para habaib, para sadah, dzuriyahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Rawuh dhateng mriki panjenenganipun Habib Hamzah bin Abdul Man alaihi drus, Habib Mustafa bin Syahrul Salim, Habib
قاري أفريزان بن عدرس الخيرد الحبيب سعود بن عثمان الكاف الحبيب عريف حسن الحبشي الحبيب فهمي بن عبد الله السقاف الحبيب نقيب بن عبد الله السقاف الحبيب نظيف بن عبد الله السقاف الحبيب محمد بن عبد القادر الحداد الحبيب حيدر الحبشي علي درس حبيب محمد علي درس كي ستاندن مرحبا Mugi-mugi panjenengan-panjenengan pun kalian Gusti Allah Tuhan paringi panjang yuswa fi sihatin wa afiatin dan sehat pun tepiaken Gusti Allah saking sedanten balai pun Gusti Allah resane kita sedaya tesih sakit gandul panjenengan-panjenengan pun Allahumma amin ya rabbal alamin ingkang kula mulyakaken para masyayikh para kiai hadir wonten mriki Kiai Hasyim Kiai Misbahul Mujib ya apa kula piyambak Kiai Muhaimin Yai Syamsul Latif kiai-kiai sana si pun ingkang datang wingking ketawi saya mboten ketinggal nyuwun pangapunten sedanten hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah sarangan moga kita menjaken doa syukur dumateng Gusti Allah taala alhamdulillah wonten ing injing menika kita sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan dening Gusti Allah tasih dipun paringi kesehatan zahir batin sehingga sakit ngrawuhi menhadiri maulid wonten enjing menika mugi-mugi anggenipun kita hadir wonten majelis mriki majelis enjang sae kanthi niat enjang sae acara enjang sae mugi estri kantor ridhonipun Gusti Allah taala pun paring kata manfaat barokahipun ugi dipun paringi istiqomah Allahumma amin ya rabbal alamin hadirin hadirat rahimakumullah sekedhik kula matur minangkani nggih ingkang gadah griya wonten mriki kula estu bingah sanget Astu kula mboten saged matur kathah dening saking kula bingah kula. Alhamdulillah matur suwun rawuhipun panjenengan sedanten wonten majelis mriki. Ugi nyuwun pangapunten saestu mbok bilih panggenanipun nggih kados mekaten nggih. Mboten wonten napa-napanipun nyuwun pangapunten ingkang insyaallah kula husnudzon dhateng panjenengan sedaya hadir wonten mriki. Mboten sanes namung kepingin hadir derek maulid nggih ajeng-ajeng syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Salajengipun niki kula matur suwun sanget sedanten kemawon sinten mawon ingkang saged bantu ingkang sampun bantu saking napa kemawon terlaksananipun acara wonten dalu menika. Niki awet audalu niku Habib audalu ba'da isya datang masjid Maulid Al-Barzanji lajeng kala wau jam 3 atau subuh napa burdah lajeng dipun lajengaken jamaah subuh ratib atos ratib haddad lajeng maulid tiba menika mugi-mugi sedanten pikantuk barokahipun Allahumma amin selajeng kula estu bingung kula badhe matur napa niki saking bingah Monggo kita langsung mawon kita sareng-sareng mirengaken ngaos sareng-sareng kalian panjenenganipun Habib Qori Ibn Idrus Al-Khirid kita mirengaken sareng-sareng estu majelis menika majelis ingkang mulya ampun kita nyibukaken perkawis ingkang boten penting ngaos jenengan mireng ning ngaos kalih mindir tasbih wiridan niku mawon mboten sae. Langkung sae mireng ning ngaos. Napa malih ngantos perkawis-perkawis ingkang mboten penting. Nggih, napa niku dolanan HP napa dos pundi? Nggih, nyuwun pangapunten niki estu nggih damel pelajaran kula piyambak. Niki mbok pilih mangke napa ingkang dipun caosaken dening panjenengan sedaya wonten kathah kirangipun ya estu nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten wong niki sakjane rencanane wong niki sampun bulan sampun tahunan nggih sampun tahunan cuman niki wau dalu niki jam maghrib niku terope nembe dipasang terus niki kados ana acara kok mboten wonten acara dan niki alhamdulillah niki sampun terlaksana monggo kita estu sareng-sareng nata niat nata manah nggih sareng-sareng ngaos dumateng panjenenganipun Al Habib Qori Afrizan bin
Idrus Al-Khirid Bakhtal Sobat Panggilan Kalau Semangga Akan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصرل حق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد para jamaah maulid tibai yang dirahmati Allah dan yang saya hormati para habaib para kiai wabil khusus Yai Lais ya beliau ini muridnya seorang ulama yang ana begitu bangga bernisbat dengan beliau yaitu Mbah Yai Maimun Zubair. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan sudah cukup seseorang memujiku jika dia mengatakan bahwa Asy-Syafi'i adalah muridku. Sudah cukup. Orang mengatakan Syafi'i murid saya berarti itu memuji saya. Maka majelis yang dibuat oleh Yai Lais ini sebenarnya ini bagian dari keberkahannya Mbah Yai Maimun Zubair. Maka ikatan guru murid itu selalu membawa berkah. Kemudian begitu juga dengan hadirnya para habaib di sini, ada Ami Hamzah yang sepuh, ada Habib Mustafa bin Syaubakran, para habaib semuanya. Saya teringat juga apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor, di dalam Nubzah Majmu' Kalamihi, kumpulan petuah-petuah beliau. Beliau mengatakan bahwa nasab itu ada dua. Ada nasab ruhi, ada nasab tini. Ada nasab tanah, yaitu nasab pertalian darah secara genealogi. Inilah para habaib semua yang memiliki nisbat kepada Rasulullah SAW melalui cucu beliau, yaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Nah, ada nasab kedua. Nasab kedua ini adalah nasab ruhi namanya. Nasab ruhi ini sifatnya kasbi, bisa diupayakan. Tapi kalau yang tini tidak bisa, tidak bisa. Ada tuh amalan kalau baca wirid sekian ribu berubah antum menjadi as-segaf gitu, tidak bisa. Ya sudah, itu takdir. Tapi kalau nasab ruhi itu bisa, bisa. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sababin wa nasabin maqtu'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi." Dalam wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, "wa suhri," dan pertalian pernikahan dengan diriku. Seluruh sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat, alias tidak ada manfaatnya kecuali nasab yang berhubungan denganku dan sebab yang berhubungan denganku. Apa makna sebab? Sebab itu pertalian roh, cinta. Pertalian roh. Oleh karena itu, kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan, itulah makna sabda Nabi kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Persia, bukan orang Arab. Tapi Nabi mengatakan, Salman minna ahlil bait. Salman itu bagian dari kami, yaitu Ahlul Bait. Karena apa? Salman memiliki silsilah roh. Silsilah roh inilah yang dinamakan cinta. Sayyidina Salman terkenal sangat mencintai Nabi dan keluarga Nabi. Hingga menjadi bagian. Menjadi bagian.
Itu namanya nasab ruhi. Nah maka cinta ini, adanya majelis-majelis maulid yang kita buat ini sebenarnya untuk menghubungkan kita memiliki nasab sebagai ahlul bait dari segi ruh cinta. Karena cinta itu adalah rajanya sifat. Andai kata Allah tidak menciptakan cinta, maka dunia ini tidak ada isinya dengan keajaiban. Karena adanya cinta, maka muncul keajaiban di muka bumi ini. Maka inilah yang perlu kita rawat. Ini yang perlu kita rawat. Saya teringat dengan saya pernah membaca kitab karangan Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Al-Ash'ari tentang maulid Nabi, namanya kitab At-Tanbihan. Hadratus Syekh Yai Hashim Al-Ash'ari di situ menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Al-Muslim. Kemudian diberi syarah dari Amirul Mukminin fil Hadis Sahibul Fathhi, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang Yahudi di sana puasa Muharram. Puasa 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, "Puasa apa kalian ini?" Maka orang-orang Yahudi bilang, "Kami puasa 10 Muharram karena pada hari 10 Muharram Allah menolong Nabi kami Musa dan Allah hancurkan musuhnya yaitu Fir'aun." Maka Nabi ketika itu mengatakan, "Nahnu ahakku bi Musa minkum." Kami lebih berhak memuliakan Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya puasa 10 Muharram dan juga tasua-nya 9-10 supaya berbeda dengan orang Yahudi. 9-10 puasa. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memasukkan keterangan ulasan terkait hadis tersebut dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, merayakan apapun hal-hal yang berkaitan dengan ayyamillah, hari-hari besar yang di situ Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Allah menolong para nabi, para kekasihnya, kita rayakan seperti Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada peristiwa yang lebih besar melebihi min zuhurin Nabi SAW fi hadith dunia, kata beliau. Tidak ada yang lebih besar melebihi memperingati kelahirannya Nabi, munculnya Nabi di muka bumi ini. Itu yang mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian beliau mengatakan, oleh karena itu boleh kita merayakan maulid dengan cara puasa, atau dengan berkumpul bersama membaca sirahnya, atau makan-makan bersama. Sampai di sini jangan ditanya dalilnya apa, karena dalil cinta itu sulit sekali dibahas. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya-nya menceritakan, itu suatu hari Nabi Sulaiman itu lewat. Di situ ada burung emprit, apa bahasa Indonesia yang emprit itu? Pipit. Ah, ya itu. Ada burung pipit merayu betinanya. Burung pipit jantan ini bilang, "Nek coro gampangane ngomongne yang, ngono ya. Wis wae yang. Nek awakmu ragu karo tresno kuwi iki, ya. Tambrukne anu kuwi apa? Kubah kerajaan Sulaiman ke kowe." Masyaallah. Kalau kamu ragu dengan cinta saya ini, demi kamu saya berani merubuhkan kubah kerajaan Sulaiman untuk kamu. Nabi Sulaiman lewat. Duh. Lek kemlinti wong iki ya. Ini kok ngomong apa? Maka disuruh tangkap, tangkap burung itu. Ditangkap, dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Ini Imam Ibnu Katsir yang cerita. Kemudian Nabi Sulaiman bilang, karena Nabi Sulaiman punya mujizat memahami bahasa binatang, beliau tanya, "Tadi aku lewat, kamu bilang mau merubuhkan kubah kerajaanku." "Iya betul, saya mengaku. Tapi kan saya tengah merayu betinaku." "Loh, kenapa kamu bilang begitu?" "Wahai Tuhan, bukannya Tuhan sudah tahu bahwasanya semua kata-kata orang yang sedang dirundung cinta, ma'fu semua."
tolong difahami itu kan sedang jatuh cinta. Oh iya, lepaskan. Kalau burung pipit urusan cinta lebih faham dan tidak ada hukum terkait orang yang sedang jatuh cinta, maka berkumpul bersama karena cinta kepada Nabi kok dipersoalkan, itu belajar saja sama burung pipit. Belajar sama binatang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, ketika di masa Nabi ada masjid di pinggir Madinah, imamnya itu kecil, anak kecil. Kecil, nah tapi punya kebiasaan imam ini unik. Setiap baca Fatihah, baca surat, dia tutup dengan Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu dia ulang lagi. Setelah baca Fatihah, baca surat, baca Al-Ikhlas. Maka makmum ini protes. Kalau sudah baca satu surat ya sudah, jangan baca Al-Ikhlas lagi. Jawabannya, selama saya diangkat jadi imam, saya tetap taruh Al-Ikhlas di belakang. Akhirnya mau diganti, ganti aja imam. Tapi tidak ada orang yang paling bagus baca Qur'annya dan paling banyak hafalannya melebihi pemuda ini. Akhirnya suatu hari Nabi mampir di masjid itu. Maka jamaah lapor, ya Rasulullah, imam kami ini sebenarnya mau kami ganti, tapi dia yang paling bagus bacaan Qur'annya. Kenalian hati umat kepada nabinya dan pertalian hati umat kepada orang-orang soleh. Makanya amaliyah yang arahnya menghubungkan hati kepada nabi, menghubungkan hati kepada orang soleh, para aulia, dibid'ahkan semua. Ziarah kubur, bid'ah. Intinya apa? Supaya tidak ada ta'aluk hati orang awam kepada orang soleh. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, amalan apa yang paling cepat menghantarkan orang kayak kita-kita ini cepat masuk surga? Kata beliau, mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang soleh. Cinta kepada orang-orang soleh. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik, Habib Abu Bakar Gersik pernah ditanya oleh muridnya, kalau syaratnya mahabbah yaitu cinta itu harus ikut, siapa yang kuat ikut amaliyahnya wali itu semua dari awal sampai akhir? Maka Habib Abu Bakar Gersik bilang, yang penting ikut satu saja karena cinta, itu sudah cukup bisa dapat syafaatnya kelak di akhirat. Kita baca maulid karena ulama-ulama kita baca maulid. Maulid tiba, simtud durar, kita baca syaraful anam, baca burdah. Burdah itu sangat kuat, bahkan kata sebagian ulama, membaca burdah itu lebih kuat penjagaannya daripada Hizib Nawawi. Burdah itu. Bahkan itu burdah kalau dibaca, kemarin baca burdah di mana? Di sini? Di dalam. Orang kalau baca burdah di dalam rumah, Allah akan jaga 40 rumah ke depan, ke belakang, kiri dan kanan. Itu saya tulis di dalam buku saya, Meniti Jembatan Cahaya, tentang fadilah keutamaan burdah. Namun Habib Salim bin Abdullah Syatri boleh mengatakan, syaratnya khasiat burdah itu harus punya sanad dan yakin dengan Al-Imam Muhammad bin Said Al-Busiri. Itu kuat sekali. Sampai di gembok makam Nabi itu tertulis qasidah burdah, wal habibul ladzi turja syafa'atu, begitu masyhurnya burdah. Jadi kita pegang amalia yang sudah dilestarikan, dijaga oleh pendahulu-pendahulu kita di kalangan para ulama, para kiai, para habaib. Teruskan, jangan berhenti. Dan enggak usah layani orang yang mengkritik atau mempertanyakan. Halloh, biarkan. Cara menjawabnya, ya terus lakukan. Tiba anak kecil tadi nepuk pundaknya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai. Syekh, ini kita sampai mana? Loh, kamu kok di sini? Iya, saya pingin sekali ziarah Nabi. Saya pingin ziarah Rasulullah karena tahu mau ke Madinah, saya mau ikut. Nah ini di mana? Ini Madinah. Tapi kamu kok bisa di sini? Saya masuk dalam kotak itu. Masya Allah. Masuk dalam kerdus lah coro saiki. Masuk dalam kotak. Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai nangis seketika. Kemudian beliau tanya, nah kamu selama ada di dalam kotak perjalanan panjang berminggu-minggu, kamu gak makan.
dan enggak buang air, enggak lapar, apa enggak haus kamu? Ini padang pasir, Pak. Saya pernah waktu perjalanan Hadramaut ke Mesir, Allahu Akbar. Hadramaut itu matahari itu kayak 4. Panas betul. Saya waktu di Hadramaut itu sampai berapa Celcius? 46 derajat Celcius. Setengah air mendidih kurang 2 derajat. Kurang 4 derajat. Masya Allah. Bayangkan perjalanan Zabit ke Madinah masuk dalam kotak. Kemudian Syekh Abdurrahman tiba-tiba tanya, kamu gak lapar, gak haus nak? Enggak. Kenapa bisa begitu? Karena cintaku rindu dengan Rasulullah itu yang membuatku aku kuat menahan lapar dan hausku. Menangis Syekh Abdurrahman tiba-tiba. Terus anak kecil ini bilang, antarkan aku untuk bertemu dengan Rasulullah. Aku ingin berziarah. Maka dihantar langsung oleh Syekh Abdurrahman Adibai. Ketika berada di depan makam Nabi, maka tangan anak kecil ini melambai ke arah makam. Seraya mengatakan, Assalamualaika ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan yang selalu dia katakan ketika tasyahudnya, sekarang dia berada di depan makamnya. Maka ketika itu juga anak kecil ini terkulai mati wafat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat cinta si anak ini, maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menangis, menggendong, kemudian mempersiapkan karena wafat di depan makam Nabi. Ini ketulusan anak kecil yang luar biasa. Bagaimana orang tuanya mendidik anak mahabbah kepada Nabi seperti ini. Tentunya dengan maulid, tentunya dengan membacakan sirahnya yang luar biasa. Hingga muncul anak seperti ini. Nah waktu itu karena pada zaman Ottoman, ya, pada zaman pemerintahan Turki Utsmani, orang yang bukan penduduk Madinah itu tidak boleh dikebumikan di Madinah. Harus di luar Madinah. Maka anak kecil ini karena orang Zabit, orang luar, itu dimakamkan di luar Madinah. Setelah dimakamkan, dikuburkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai sendiri, beliau melanjutkan ke Mekah. Setelah beliau selesai ihramnya, selesai ritual ibadahnya, beliau kembali. Nah, sebelum kembali itu melewati Madinah. Ketika melewati Madinah terbesit hati beliau, aku ingin ziarah ke makam anak kecil yang memiliki cinta yang luar biasa kepada Nabi. Ternyata makamnya tuh geser. Geser mendekati Madinah. Dan itu dalam riwayat kubur itu terus bergeser, 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 bergeser sampai masuk Madinah dan berhenti tepat di belakang samping Masjid Nabawi. Hingga penduduk Madinah mengatakan kubur berjalan. Itu masyhur. Terkenal makam itu dinamakan kubur berjalan. Apa maknanya dari kisah ini? Dari kisah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, maulidnya yang kita baca, menunjukkan itulah makna al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Karena anak ini wafat dalam keadaan cinta, dia tidak mau berjauhan dengan Nabi, mendekat makam itu. Namun akhirnya makam itu ditutup, karena banyak yang ziarah, ditutup oleh pemerintahan Saudi. Nah, dulu saya juga begitu. Dulu waktu pas mau berangkat ke Madinah, saya ingin mati. Saya pamit sama istri itu. Mati boleh. Saya gak betah lagi di dunia. Nabung umroh. Nah waktu itu saya gak punya uang. Orang-orang pada umroh ziarah, saya gak pernah ziarah Nabi ya. Maka saya punya amalan baca diba ini. Setiap sore saya baca diba, karena di penutup doanya ada Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, karuniakan aku untuk dapat berziarah ke makam Nabi setiap tahun ya Allah. Saya ulang-ulang. Hanya dalam beberapa minggu saya baca, tiba-tiba ada yang membayar umroh gratis, mulai dari paspornya dibuatin, tiket, sangu, berapa dolar saya diberi, berangkat. Karena saya orang gak punya fulus, dapat kesempatan umroh gratis semua ditanggung, saya langsung pamit mati. Saya pengen mati.
Saya bilang kepada istri saya, anak tak mati. Ini wis purane. Santri-santri saya pamit juga ke anak-anak kelas itu. Karena saya ngajar di Darutul Hadis, saya bilang, saya dah minta maaf ya. Ketika bisnya berangkat, saya nengok ke belakang sebentar. Ini terakhir saya lihat ini rumah. Dah, saya mau mati. Akhirnya di Masjid Nabawi, wah, nangislah saya sejadi-jadinya. Kemudian di Masjid Nabawi selalu sholat jenazah. Loh kok aku gak kapan aku ya? Kok gak mati-mati aku ya? Akhirnya saya ke makam Baki, di pemakaman Baki. Itu kalau di pemakaman Baki kan sudah digali. Nah nanti siapa yang wafat tinggal masuk kan tutup gitu. Saya duduk di sampingnya, ya Allah malaikat maut, mana ini dia? Cut, langsung pluk, nah, deket Rasulullah gitu. Karena ada, saya pingin wafat di Madinah itu, ya ini hanya kepinginnya saya. Karena saya baca hadis, ada syafaat khusus dari Nabi bagi orang yang wafat di Madinah. Saya ingin dapat syafaat itu berdekatan dengan Nabi. Ayo mati-mati ya, ya sudahlah. Akhirnya sampai balik ke Mekah, sudah toko Mekah lagi. Sampai di rumah, sampai buka rumah, kata istri saya bilang, loh kok kasih udah mati? Yuh, loro hati aku. Kok sih ditakoni matiku ya? Kasih udah mati? Ay, serepet. Akhirnya saya ketemu dengan seorang mursyid torekoh. Kiai Abdul Wahab namanya. Istrinya itu cucunya Mbah Khalil Bangkalan. Saya ceritai unek-unek saya. Mbah Yai, beliau mursyid torekoh Syadziliyah. Saya itu pingin wafat di Madinah, ya, urip terus, gak anu. Oh, gak apa-apa, Beb. Mati Jawa ae. Loh, kok gitu? Sing penting rasa atimu kangen kanjeng Nabi, saya ono to. Nggih, enten. Ngono, gak khawatir. Orang yang cinta kepada Rasulullah, walaupun mati di tanah Jawa, Allah akan pindahkan jasadnya dekat dengan Rasulullah. Karena yang mendekatkan kita itu adalah cinta kita kepada Nabi, bukan yang lain. Maka semoga majelis kita, majelis diba ini memberi keberkahan untuk seluruh Indonesia, untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita. Semoga Allah memberi hidayah kepada para umaroknya, kepada ulamanya, kepada habaibnya, kepada masyarakatnya. Dan juga saya berharap kepada Allah untuk Sahibul Bait yang mengadakan acara ini, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan semua pahala yang hadir kembali kepada yang menyelenggarakan. Karena di dalam kitab Mirqatus Su'ud Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, makanan yang dimakan ketika maulid semuanya akan menjelma menjadi obat. Yang sakit insyaallah sembuh saat ini. Mangano sing akeh gak apa-apa. Ojo zuhud pas maulid ya. Poso mangan. Kecuali poso anu ya, poso nazar, beda itu, wajib itu. Kemudian setiap uang yang keluar dalam penyelenggaraan maulid sepertinya keluar tapi hakikatnya masuk lagi, dan tahun itu rizkinya akan berlipat ganda. Itu terbukti. Saya punya amalan, dan bahkan ada barang man hamala dinar au dirham fi ihtifalil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nanti uangnya jebol. Ono sing nggowo dhuwit ya. Ono walu sewu, pelihara sewu kuwi, kono wis hadir maulid. Maka duit yang dibawa ketika hadir maulid itu akan beranak, berkembang. Barokah itu asal kata dari birka. Birka itu jeding, melimpah. Terus dia melimpah. Maka apapun yang berhubungan dengan cinta kepada Nabi, itu tidak ada yang kecil. Besar semua. Kita ini hadir mungkin antum melihatnya, woi terop, pinggir omah, yai lais. Kelihatannya gini, ini besar. Karena ada yang antum tidak lihat. Malaikat yang hadir, keberkahannya melimpah. Ya, sehingga kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi buat simtud durar, itu kata para ulama kasyaf, itu malaikat-malaikat itu kebingungan. Iki kenapa ruh-ruh aulia ini turun semua, ini mau kemana mereka ini? Hadir maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibu simtud durar. Jadi kalau hadir maulid, itu yang antum lihat kan orangnya. Yang antum gak lihat itu sebenarnya banyak para malaikat, karena maulid itu menghubungkan hati atas nama cinta kepada Nabi. Titik. Sampai di sini sudah.
yang ada itu ada limpahan rahmat dan barokah. Dan semoga yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, rezeki zahir, rezeki batin, dan Allah sembuhkan sakitnya, sakit zahir, sakit batin, bila mihnatin wala baliyah wala musibah, bimujarradi fadlillahil azim wa bi syafaati nabiyil karim ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada beliau diaturkan jazakumullah katsiran. Gimaki-maki kita sedaya sakit. Mendet ambil hikmah ngamalaken apa yang dipendhawaken beliau. Mugi istiqomah ngene men kita maulid. Khusus pun begini bulan maulid menika ini begini desa desa mriki ngantos 40 nggih Mas Estoni pun santen habib niki setiap malam makan kula nek maulid niku mboten sakit derek teng pundi-pundi nggih tembi dari rumah ke rumah kita hadusan bini aman niki alhamdulillah setiap malam kirang lebih 250 yang ikut nggih panggil dari anak-anak ibu-ibu bapak mbah-mbah niku santen alhamdulillah makane niki wau syairan niki kersane sami apa apal nang nggih mosok keluargane Nabi Ahmad apal keluargane Kanjeng Nabi boten apal nggih insyaallah nggih niki pangestunipun sedanten para habaib alhamdulillah niki maulid sampun cekap niki jam 8 5 menit kula ngantos jam pinten gak sampe jam 9 insyaallah kula ngantos niki Allah alhamdulillah rencana jam 6 mulai sak derenge jam 6 saged mulai maulid alhamdulillah niki saking dapur kula di WA pas tesik kosidah sak sampunipun maulid niki sak sampunipun maulid kiam ditambahi mawon niki dereng ngertos pun siap napa dereng ping dapur niki Habib Ahmad sampun sampun niki alhamdulillah niki ampun ampun kondur rumiyin niki dipun dawaken daharan tengene maulid niku barokah niki usah-usah kula cerosaken nggih kula niki sak keluarga niku niki ibu alhamdulillah ibu Sanggar Rendang niki rawuh kula sak keluarga niku sak adik-adik kula niku biasanya kali bapak, bapak nek hadir tengene maulid, hadir hal niku ngasto kresek, siso-siso niku diadai. Nggih, diparingi putra-putra niki alhamdulillah niki kula termasuk angsal putra. Napa? Termasuk siso-siso napa? Siso-siso panganan ngoten. Niki insyaallah pokok panggil sakit ditelasne ngoten nggih. Mboten ngertos kula niki Bib Reza niki panitia utama niki. Pinten Bib tunggal satu leser pinten? Empat orang nggih. Niki mangke napa berhalakoh piyambak-piyambak ngoten ibu-ibu amun kondur rumiyin mangke insyaallah nek jajane ingkang dipun caosne kala wau lek dereng niku nggih disaki mawon mek roti tok. Nyuwun pangapunten nggih niki saking kula keluarga saking standar rencang-rencang nggih standar bolo-bolo ingkang derek-derek mbantu niki nggih matur suwun sanget kula nyuwun pangapunten sedaya jazakumullah khairan katsiran. Mugi-mugi dipun walah cita yang sak kata-kataipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi Allah Allah tatabahu wahi mu'tamadi 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 ya habibi ya Imam Ar-Rusli Allah 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 Allah
المصطفى بار السماء. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.